شوف ازمه ديال الغلاء باش نكونوا واضحين، ما غاديش نعملوا تشخيص لان التشخيص كيعرفوه المغاربه. اليوم هناك الحكومه كتعرف بان هناك ارتفاع المجموعه من الاسعار، وناكد لك بان الحكومه جميع الاجتماعات اللي كتعمل مؤخرا حول هذا الموضوع، لانه نشعر يعني بالمواطنين وجميع التدخلات، لدرجه انه الخميس الماضي اجتماع المجلس الحكومي خصصنا وقت كبير لمناقشه هذا الموضوع. الاجراءات الان اللي كتقوم بها الحكومه، اولا المواد اللي كتنتج وطنيا بحال الخضار الى غير ذلك والفواكه واللحوم الحمراء تعملت فيها اجراءات كبيره على مستوى الرقابه والصرامه، ايضا تعطت التوجيهات لجميع المتدخلين على مستوى الولايات والعمالات باش تخرج اللجان وترقب هذا الموضوع هذا. لكن انا اعتقد ان شاء الله بان كل هذه الاجراءات غادي تمكننا قبل رمضان ان شاء الله ان هذه المواد اللي هي موفره بعدا بشكل عادي انها ان شاء الله يعني توصل لواحد الاسعار اللي تكون معقوله. ونتمنوا ان الاستراتيجيات الجديده اللي كتشتغل عليها الحكومه حتى يتحقق انها ترفع من القدره الشرائيه للمواطنين. عملنا مجهود كبير في اطار الحوار الاجتماعي، في اطار يعني سواء مع الاساتذه مع الاطباء مع المهنيين مختلف، تقريبا 10 مليار ديال الدرهم، الترقيات المجمده، الدعم ديال النقل المهنيين. لكن نعتقد بانه المغاربه ماشي كلهم موظفين وماشي كلهم اجراء، هناك مغاربه ايضا يشتغلون في مهن خاصه، هؤلاء ايضا يحتاجون الى كثير من العنايه. هذا الشيء كله نناقشه بكل جديه، وان شاء الله في كل مره كتكون الامكانيه ديال اننا ندعموا القدره الشرائيه بشكل مباشر يعني كنستثمروها بشكل قوي. نبي الهدى مخرج البشرية من ظلمات الجهل وعبادة الأوثان إلى نور المعرفة والإخلاص للواحد الرحمن.